أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: في قول الله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، هل هذا الاختلاف هو الابتداع والتفرق في الدين؟ هذا اختلاف النصارى في المسيح، لما أن المسيح أمرهم بعبادة الله وحده اختلفوا فيما بعده اختلافا كثيرا، الله يتوعدهم على ذلك لأنهم لم يتبعوا رسولهم المسيح عليه الصلاة والسلام، بل إنهم قالوا إن المسيح هو الله أو ثالث ثلاثة، أو قالوا إن المسيح ابن الله، هذا افتراقهم والعياذ بالله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.